للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم، يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة. نتحاور مع الأبناء والآباء، مع الشباب والشيوخ، نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم، بدون خطوط حمراء ولا وصاية من أحد. حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي.